الهالات السوداء، الأسباب قبل العلاج. أسباب الهالات السوداء كتير جدا، في مننا كتير ممكن يغفل أسبابها. أول حاجة التقدم في السن، الستريس، التوتر العصبي بيؤدي ان الشعيرات الدمويه في المنطقه الاسفل العين تبتدي تتكسر، تبتدي تطلع اللون الغامق. نزولنا للشمس من غير واقي شمس، لازم واقي شمس اسفل العين. النوم الغير منتظم، البص او النظر فتره طويله لللابتوب والموبايلات، ده بيؤدي برضو للاستمرار في المنطقه ديت. في عامل وراثي، في انيميا، في دايت بطريقه غير محسوبه بطريقه صحيحه، كل الاسباب دي بتؤدي للهالات السوداء. اما نيجي ندور على العلاج بتاع الهالات السوداء، لازم مواصفات معينه تكون موجوده في الاي كونتور بتاعنا. الاي كونتور بتاعنا لازم يكون موجود فيه ستيبل فورم من فيتامين سي، مش اي فيتامين سي. الستيبل فورم من فيتامين سي بتوصل لي الفايده كامله للمنطقه ديت. كمان الازيليك اسيد، الازيليك اسيد ماده مهمه جدا بنسبه قليله جدا، بتفيدنا بان هي بتعمل قشور بسيطه جدا غير مرئيه تشيل الجلد الميت للمنطقه ديت. لازم الكافيين علشان خاطر يحسن الدوره الدمويه في المنطقه دي. لازم 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 اهم حاجه فيتامين بي 6 عشان يدعم الشعيرات الدمويه في المنطقه دي ويمنعها من التكسر. واهم حاجه نشرب سوائل كتير، نلتزم بواقي الشمس ونضاره الشمس اثناء التعرض.